الحاجات دي تبقى بتضايق في التسجيل، فالتطبيق دوت بيشيل اي مشكلة في الصوت، التقطع، لو في صوت في مشاكل والحاجات دي كلها بيشيلها، والتلعثم والحاجات دي. مجرد ان انت تختار البودكاست اللي انت عايزه او الاوديو ريكوردنج او التسجيل اللي انت عايزه، هو يشيل منها المشاكل زي اللي ما بيحصل دلوقتي.